لكن هو المصريين برضو بطبيعتهم ما بيسكتوش، يعني هم هيعملوا ايه مع السجاير لما تزيد؟ هيتصرفوا ازاي؟ هيبطلوا؟ هيقللوا؟ احنا سجلنا مع عدد من المواطنين المدخنين، هيقولوا ايه اللي هيحصل؟ هيعملوا ايه مع زيادة اسعار السجاير؟ اسمعوهم يا شباب. ارتفاع اسعار السجاير، هل تشتري ولا هتبطل؟ هو طبعا انا لازم اتاكد الاول ان الاسعار سعر السجاير ارتفع بصوره رسميه او بصوره قانونيه، وانا مش بس السجاير انا اشتري او ابطل، انا بس لك كسلعه، يعني انا من حقي مثلا اي سلعه ان انا اشتريها كمواطن انها تكون في متناول يدي، واذا كانت زادت انها تزيد مثلا بزياده معقوله او بزياده معينه اللي تتناسب مع سعر التكلفه. لا انا ما فيش حد بيبطل حاجه يعني، بس هو ايه يعني الارتفاع بتاع اسعار السجاير ارتفاع بطريقه يعني جامده وكبيره، يعني اما تبقى خير الامور الوسط، يعني اما تزيد بس 2 جنيه او جنيه، انما مش كل شويه تزيد. ان شاء الله هنبطل، لان في حاجه ابدا من السجاير في ظل الغلاء اللي احنا فيه ده من اكل وشرب وكل شيء. لا عادي يعني، دي بتبقى حاجه شخصيه، انا عايز ابطل مش عايز ابطل، بس كده كده الارتفاع ده بيجبرك ان انت تبطل اصلا السجاير، بس كده كده يعني انا عارف ومتاكد 100% ان مفيش حد هيبطل السجاير، مش دي الحاجه اللي هتخلينا ان انا ابطل السجاير بارتفاع الاسعار. انا مع الزياده، بس الزيادات دي هتروح فين؟ الفلوس دي هتروح فين؟ هتروح للمحدود الدخل ومعدوم الدخل، ولا هتروح للفقراء، ولا هتروح للشركات، ولا هتروح لهيئه الضرائب المصريه؟ احنا عايزين نفهم. والله ان شاء الله انا هحاول ابطل سجاير ان شاء الله، بس انا اقترح يعني ان الشعب كله يبطل سجاير. هو ده فكرتي، يعني غلى ارتفاع اسعار الاكل وارتفاع كل اسعار حتى السجاير كمان في ارتفاع فيها، فانا اقترح ان هو يبطلها. فعلا غير مدخن الحمد لله، ولكن طبعا فكره ان غلاء السجاير ده فكره انا شايف ان هي غير مبرره. واحنا شعب جميل يعني، حتى غير المدخنين بيدخلوا ويتكلموا ويعرضوا حلول وكده. يعني ربنا معاهم الناس اللي بتدخن مع الاسعار اللي بتزيد، وان كان والله اللي ممكن الراجل اللي قال ده هو يبطل، بس الشعب كله يبطل ما فيش مشكله خالص. طيب من